بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هذه 406 406 إيسونس فيها صوت غريب شوية. مول السيارة في بالي اللي هي من في بالك اللي هي من البومب سيسي. أي. أما توا أنا باش نشوف العملية منين ونوريكم كيفاش تعرفوها اللي الصوت من السيسي ولا لا. توا باش نشغلوا السيارة ونعملوا حاجة معينة باش حركة معينة ونفهموا الصوت منين. هاي خدم السيارة. الصوت يرحي هذا الصوت هذا الصوت اللي يرحي اللي يسمع فيه هو اللي يقول هذا يقول ممكن من الانترناتير يقول ممكن من السيسي هو لا هو من المكيف هذا المكيف طبعا الصوت فيه في القطعه هذه اللي هي نتاع الرولمون نتاع المكيف ونوريكم في المكيف كيفاش يكون الصوت نتاعها علاش عمل الصوت هذاك فهمت اللي تسمع الصوت اللي تسمعه في وسط السياره هو يعمل في وسط الموتور يعمل هي هذه الرولمون هذه شفتوها الرولمون هذه تعمل صوت كتبنا وعلاش كي نخدموا كيما نخدموا المكيف تسكت هي لان تولي ما عادش عندها حتى رول شفت خدم المكيف انا هيك ما خدمت المكيف شفته يولي يدور كله مع بعضه شفتوا هكا انا كاني خدمت المكيف شفتوا يولي هي ما هي يولي ما عادش عندها حتى رول تولي هي ما عادش عندها حتى محول شفتها هنا ها شفتها عاد ندور انا هذه شفتها توقف تخلي يولي ندور المكيف كامل هكا علاش تسمع الرولمون اذا كان عندك يبدا حس انت شاك انه هو في الرولمون نتاع المكيف سهله العمليه العمليه سهله خدم المكيف حتى اذا كان ما فيش غاز المكيف تعطيه الكهرباء ديريكتك كيما هذا والدورة كان سكت الصوت كما تو في السياره هذيك اللي وريتهاكم كيف يسكت الصوت معناتها المشكله في الرولمون هذه المشكله في الرولمون بلي نتاع هذه ها شفتوا كيش عمل هو شفتوه هنا يعني هذاك هنا تو هيك يدور وحده من غير حد شيء يعني ليبر ما يخدمش وهيك يخدم مكيف تو يخدم مكيف يدور كلها هذه الفرق من ايش علاش الصوت تسمعه كي تبدا المكيف ما يخدمش تسمع صوت كي يخدم المكيف ما عادش فما صوت لان هذه رولمون بلي او رولمون نتاع كيما زاد تولي زي ما تتغير ان شاء الله تنفعكم حركه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.